للحديث حول هذا الملف وهذا الفيروس المنتشر في زليتن او المرض، يعني ينضم الينا مدير مكتب الاصحاح البيئي زليتن وهو السيد محمد بوغميزة. سيد محمد، اهلا بك معنا ضيفا في تناصح. بدايه، هذه الحمله التي اطلقت لمكافحه الاشمانيا، كيف بدات وما هي حيثيات هذه الحمله؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين. طبعا هذا المرض طبعا تصيدي وليس كما ذكرت فيروس. طبعا المنطقه مصابه بمرض الاشمانيا منذ عده سنوات، ولكن ازدياد الحالات هو اللي ادى الى تشكيل فريق في بلدي زليتن لمكافحه مرض الاشمانيا الجلديه. طبعا هذا الفريق بدعم ورعايه المجلس البلدي، وضم كل من اداره الخدمات الصحيه وشركه خدمات العامه النظافه ومكتب الاصلاح البيئي، كذلك بالتعاون مع عياده الاشمانيا الجلديه بمستشفى زليتن ومركز الامراض الساريه في زليتن. طبعا تم تاسيس هذا الفريق ومراحل تدريبه، سواء كانت الجانب التوعي او جانب التقنية، بحيث انه يتم اعداد برنامج مكافحة الطوارئ وكذلك ذبابة الرمل بالتعاون مع مركز الامراض المشتركة بالامراض الثانية. طيب، لو تعرفنا سيد محمد بمرض الاشمانيا اساسا، وهل هو موجود في بلدية زليتن أو منتشر في بلدية زليتن فقط، أم هو منتشر في كل البلديات الليبية ولكن ظهر كثيرا في بلدية زليتن، أم ماذا؟ طبعا هو منتشر في عدة مناطق، يعني في 2005 تقريبا كان أعداد هناك برنامج المكافحة تقريبا في منطقة كورغة، كذلك في مناطق في الجبل الغربي، هو حاليا موجود حتى في منطقة خمس المجاورة، كذلك موجود في بعض المناطق في ترهون ومسلاتة وبنويد. ولكن البرنامج اللي يعد فعليا أن يبث في المكافحة كان في برزيز من كل المناطق فيها، عنده مؤشر لأن وجود عيادة الإشمانية في أي منطقة دليل على وجود مرض الإشمانية الجلدية. ولكن طبعا لأهمية الموضوع ودعم من المجلس البلدي، اصبح انه هو يتواصل مع جهات ذات اختصاص في هذا المجال واعداد فريق ودعمه لكي يبدا في برنامج مكافحه هذه القوارض. طبعا كان هناك البرنامج معد لفريق مكافحه الاشمانيا من جانبين، الجانب الاول كنا عندنا اهتمام بالجانب التوعي، حيث تم اعداد برنامج توعوي عن طريق اداره الخدمات الصحيه، بحيث تم في المناطق الموضوعة بهذا المرض اعداد مطويات واعداد محاضرات وملصقات، بحيث رفع الجانب التوعي عند اهالي هذه المناطق. والمرحله الثانيه هي مرحله المكافحه الاوليه، تكون القوارض. وطبعا حنقول كلمه شكر لهذا الفريق الذي يبذل حتى هذه الساعه، طبعا هم في المناطق يحاولوا قدر الامكان انهم يكافح هذا المرض لكي يكون الناس من هذا المرض، فالشكر موصول اليهم. طيب، الأمانة. طيب، كذلك طبعا مرحله القوارض بعد طبعا دخول فتره الصيف اللي هي من بعد شهر 5، يكون هناك في مرحله خطوره شويه، ان هي عمليه نشاط ذبابه الرمل، وهي المسببه اللي تعتبر لناقل مرض الاشمالي. طبعا القوارض هي اللي حامله او خازنه المرض، فمرحله خمود الذبابه هي تعتبر فرصه بحيث يتم القضاء على هذا القارض. ولكن فتره الصيف حتكون فتره حرجه جدا جدا، بحيث انه يكون هناك نشاط ذبابه الرمل في نقل هذا القفيدي الى الاشخاص او الى الناس. طيب، هذه الحملة أسست لمكافحة طفيلة أو طفيلة الإشمانيا إن صح التعبير، لكن أليس من المفترض أو الواجب أن تكافح الدولة عبر وزارة الصحة هذا المرض وغيره من الأمراض في كافة البلديات في ليبيا؟ أين هي وزارة الصحة؟ والله تم التواصل يا سيدي الكريم مع كل الجهات ذات اختصاص، وتم عن طريق عميد البلدية المراسلات، سواء كان من وزارة حكم محلي، وزارة الصحة، الجهات المعنية، ولكن لا حياة للمتنادي. فآثر المجلس البلدي ان هو يكون سباق، لان حياه الانسان طبعا مهمه جدا جدا. انا ما نبعد
مش في الظلام، ولكن الإنسان دائما اللي عنده زمان مبادرة نايل ويقود شمعة أقل حاجة ونكافح ولو حتى جزئيا. أنا هذا المشروع اللي يا سيدي كريم هو مشروع دولة وليس مشروع بلدية. طيب لأن برنامج المكافحة حتى عن طريق اللجنة اللي تم تخريط ما يقارب عن 18 موقع في جنوب الزيت اللي ممتد من الناجر إلى وادي كعان، فهذه مساحة شاسعة جغرافية منتشر فيها هذا القهر. طبعا إذا كان أنا ننتظر من يسعى أن هو يقدم لي خدمة وينتظر في أمتى يجيني، فهذه مشكلة طبعا لما نصدر أن وضع البلاد والحالة اللي تو حاليا سواء كان مادية والوضع فيها آخر المسجد أن هو إمام المبادرة أنه هو يشكل فريق يدعم الحين أن الله سبحانه وتعالى يكون هناك المسؤول. طيب اعتقد اعتقد سيد محمد ان رايك قد وصلت. كنت معنا مدير مكتب الاصحاح البيئي زليطن السيد محمد بوغميزة، اشكرك جزيل الشكر.